السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم بشرح جديد، غالبا أول مرة يتشرح على اليوتيوب. طبعا موقع علي اكسبريس ده أقوى موقع في الصين، ممكن تشتري منه منتجات. طبعا مشهور بيشحن لكل دول العالم بأرخص الأسعار. تمام، هو بيمتاز بان هو اسعار المنتجات بتاعته رخيصه جدا، والشحن غالبا بيبقى مجاني. الشحن مجاني، او لو الشحن مش مجاني فبتلاقي قيمه الشحن قليله جدا. ولكن في الفتره الاخيره دي اصبح الناس مثلا اللي هي شغاله خصوصا في الدروب شيبينج فروم علي اكسبريس، سواء كنت شغال على اي باي او شغال على ايتسي، علي اكسبريس عاد بياخد ضرايب. تمام، تاكس، بياخد تاكس على بياخد تاكس على المنتجات اللي انت بتشتريها. فالنهاردة جاي لكم بالحل ده. طبعا احنا عملنا ازاي نعمل اعفاء ضريبي للناس اللي شغالة دروب شيبينج من امازون لايباي او من امازون لايتسي. تقدروا تخشوا على القناة وتشوفوا تقدروا تخشوا على القناة وتشوفوا الفيديو. طبعا هو شرح كل حاجة بالتفصيل المبالغ. ما علينا، دلوقتي احنا اول حاجة هنسجل في علي اكسبريس، تسجيل عادي جدا جدا زي اي حساب. تمام، هتيجي تظبط هنا، مثلا هتظبط عندك هنا الدولة واللغة والعملة، انا بحب اظبطهم كده دايما. يونايتد ستيت يو اس دي اللي هو الدولار الامريكي، واللغه ايه؟ انجلش. لو نيجي نبص هنا تحت كده ننزل هنلاقي حاجات كتير جدا جدا. تمام، طبعا علي اكسبريس بيمتاز ان هو بيشحن لكل دول العالم. فالنهارده بس هنشرح ازاي اقدر اشتري من علي اكسبريس وما ادفعش الضرايب، يعني اعفاء ضريبي من علي اكسبريس. ركزوا معايا، خلينا مثلا ناخد ده. مثلا نشتري ده. تمام يا شباب، افرض مثلا ان انا عايز اشتري. طبعا علي اكسبريس لازم تحدد كل الخانات دي، لان في ناس دايما تسالني ان في غلطات بتقابلها. تمام، في غلطات بتقابلها لما تيجي تعمل اد تو كارت او باي ناو. طبعا ما ننساش هنا الكوبون جيت كوبون، دي ممكن تفعل الكوبونات دي عند علي اكسبريس لما تيجي تشتري منه فبيحصل خصم. ان شاء الله هنشرح اقوى موقع كاش باك ممكن تاخد منه فلوس لما تشتري من المواقع دي. تمام، ركزوا معايا. احنا كده خلاص حددنا الكالر وتشاينا. شوفوا يا جماعه هنا الشحن مجاني. تمام، انت تدفع بس ثمنها 72. ما علينا، هي مش هتفرق معايا او السعر قد ما انا رايح اقول لكم ازاي اقدر اشتري من علي اكسبريس. تمام، ولكن بإعفاء ضريبي. أول حاجة هعمل أد تو كارت هنا مثلا، فيو شوبينج كارت. خلاص تمام يا شباب، أنا دلوقتي هشتري المنتج ده، هعلم هنا. تمام، أنا كده حصل لي سيفنج 2 دولار. تمام، مش ده المهم. هنقول إيه؟ buy from the seller. طبعا ده عنوان امريكي. ركزوا معايا بقى، طبعا هنعمل add new address عشان ندخل العنوان معاكم. هندخل اي عنوان، مش هتفرق. مثلا ندخل العنوان ده، الولاية هنا ايه؟ تكساس. المدينة مثلا ده
تمام. الرمز البريدي او الزيب كود، ركز معايا. تمام يا شباب، انا هو نفترض ان انا هشتغل على السيف اند كونتينيو. ركز معايا كده، شايفين المنتج التوتال بتاعه السب توتال 72.71 سنت، الشيبنج صفر، عندنا هنا تاكس. تمام، هدفع 4 دولار تاكس. طيب ازاي اقدر اشحن لنفس العنوان اللي انا عايزه ده؟ عايز اشحن ليه ولكن من غير تاكس، يعني عايز اشيل الاربعة دولار دول، اعمل ايه؟ ركزوا معايا، هعمل سيلكت ادرس. تمام، هو ده نفس العنوان. كل اللي انا هعمله هخلي دي اذر، واكتب دي ايه؟ اذر. تمام، يبقى كل اللي انا هخش اعمله هكتب هنا الاسم، وهنا رقم الموبايل، وهنا الشارع تمام او عنوان المنزل، واجي هنا في الاستيت والسيتي اخليهم اذر واذر. طيب هل كده العنوان صح؟ لا لسه. هقوم جاي واخد العنوان، هاخد المدينه والولايه، كوبي، حاططهم هنا بيست. تمام، واقوم عامل سيف. ركز معايا، هو نفس العنوان بالظبط. تمام، هو المدينة والولاية، تمام، نفس العنوان بالظبط، ولكن اختلفت بس في طريقة الموضوع كله، اختلف في طريقة حط العنوان، طريقة حط الايه العنوان بتاع المشتري. وبرضه هنا احنا واخدين هنا الـ2 دولار، احنا كده هنا برضه واخدين الـ2 دولار بتوع المشتري، بتوع الديسكاونت. تمام، يبقى احنا كل اللي عملناه من اول تاني، احنا معانا علي اكسبريس تمام جدا، اشتري منه. الناس اللي بتعمل دروب شيبنج فروم علي اكسبريس تو شوبيفاي مثلا، تو ايتسي، تو اي باي، اي حاجه من الحاجات دي، هنحط العنوان عادي خالص. ولكن بدل ما نحط العنوان بالطريقه العاديه، هناخد في الاستيت والسيتي نخليهم اذر، وبعدين نعمل في الادرس لاين 2 ناخد اللي هو العنوان زي ما قلت لكم. هناخد مثلا الحته دي كده اللي هي دي، تمام، اللي هي الحته دي بس، ونحطهم في ادرس لاين 2. خلاص كده تمام، والامور تبقى سهله، ويبقى كده الضريبه ما عادتش موجوده. ان شاء الله هحط لكم في ال، لا خلاص انتوا هحط لكم في الديسكريبشن تحت لينك جروب الاستفسارات باذن الله، عشان اللي عايز يستفسر عن اي حاجه. وباذن الله ربنا ييسر اموركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.